السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب كده تكون بصحة وخير وسعادة. النهاردة أنا هعمل لكم أحلى فراخ مشوية والله، وأحسن كمان من بتاعة الحاتي. نبتدي كده حبايبي، نخش مع بعض كده ونتفرج على الفيديو مع بعضنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة انا هعمل لكم الفراخ المشوية، هنعملها النهاردة في الميكرويف او في الفرن بتاع البوتاجاز، وهتبقى معاكي والله صدقيني زي بتاعة الحاتي ويمكن احلى كمان. هنقول كده المكونات، بسم الله على بركة الله. نبتدي كده، معانا هنا بصل بودر، ومعانا الشطة، ومعانا توم بودر، وملح، والسبع بهارات، وحبيتين حبهان، ورقتين لوري، فلفل اسود، ومعانا هنا بلحة جوز الشيب، وفلفل رومي، وقرنين فلفل حراق لو انت مش عايزة يعني ما تحطيش، ومعانا هنا قطيتين وفصين توم. نبتدي كده بسم الله على بركة الله. بنجيب الكبة وبنبتدي نطحن البصل الأول، حبايب قلبي بشرت البصلايه كده ونعمتها قوي بالطريقه دي، وهنبتدي كده ننزل بالفلفل الرومي وفصين الثوم، وبنحط القوطه، وبنحط معاهم اللوري والحبهان، وهنطحن. حبايب قلبي احنا طحنا كده البصل على الفلفل على الطماطم، وهنفضيهم كده في طبق. وهننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هو الملح والشطة والتوم بودر والبصل بودر والفلفل الأسمر والسبع بهارات. وعليهم رش جوزة الشيب دي عشان بتدي للفراخ المشوية طعم جميل جدا. بس كده نبتدي ان احنا المكونات ديت بندعكها مع بعضيها كويس قوي كده، بنحط لها معلقة خل عشان الزفورة بتاعت الفراخ، حبايب قلبي الفراخ لازم تنقعيها ساعة على الأقل أو ساعتين بالكتير قوي يعني، في محلول بحط ليمونتين وبحط ملح ومعلقتين سكر كبار، معلقتين ملح ومعلقتين سكر كبير كبار. ليه بقى الليمون؟ عشان طبعا الزفارة دي حاجة احنا عارفينها كويس. طيب هتسألوني، السكر والملح بيخلي الفراخ لحمها بيبقى جميل ودايب وما بيحتاجش ان هو يقعد في الفرن وقت طويل. واهم حاجة ان انت الفرخة المشوية بتجيبيها يعني مش اقل من كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع يعني، قبل كده بتبقى كيلو وربع او كيلو، طبعا الفرخة معاكي بتطلع ناشفة ومبيبقاش فيها اي لحم. نبتدي كده نسمي الله ونبقى على بركة الله. معانا هنا الفراخ، بالحجم ده زي ما انتوا شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله كده كبيرة بالحجم الكبير دوت. الفرخة بقى بنعمل ايه فيها؟ بنمسك الصدر كده بنشقه، لازم الشقة دي كده، بسم الله على بركة الله، وبنحشيه كده من جوه. ولازم تحت الجلد برضو تحطيه. وبتحاولي تدخلي الحشوة اللي احنا عاملينها ديت من جوه الفرخة من بين الفتحات كده، بتنغزيها بالسكينة كده اهوت من جوه عشان طبعا تستوي معانا على طول.
هعمل معاكم كده ورك. طبعا هنا الورك بتمسكي كده الجلد من جوه، لازم تحشي كويس برضو. بتمسكي هنا الورك من المنطقة دي كده وبتدخلي من جوه التتبيلة بتاعتنا اللي احنا عاملينها. ولازم التتبيله دي تقعد اقل حاجه 3 ساعات او 4 ساعات في الثلاجه. ويا سلام بقى لو انت يعني الاكله دي الفراخ المشويه ناويه قبل منها بيوم بيتشيها في الثلاجه كده مثلا 12 ساعه ولا حاجه، قعدتيها يوم بحلو في الثلاجه، يا جمالها يعني، بتبقى في منتهى الجمال. حبايبي كده الفراخ انا تبلتها كده كلها بالمنظر دوت كده، وانا هسيبها ساعتين في الثلاجه تشرب شويه من التتبيله بتاعتها. نرجع لكم حبايب قلبي، رجعنا لكم. الفراخ انا سبتها في التلاجة، قعدتها 3 ساعات في التلاجة لحد ما صفت كده خالص. هنبتدي كده نحطها في الشبكة، هنحطها على 200، وهي بتاخد من حوالي ساعة لربع لساعة. بنبتدي بعد نص ساعة كده بنفتح عليها وبنقلبها، يعني احنا بنحطها على الوش ده كده الأول، بنحطها على الصاجة دي كده في الميكرويف أو في فرن البوتاجاز يعني، وبنحطها الصاجة من تحت وكده الشبكة من فوق، بنرصهم كده بالشكل ده كده. وما تنسوش ان انتوا الخطوة دي كده ان انت تنغزيها كده عشان تستوي معاكي على طول. طبعا انت بقى لو عندك كميه كبيره يعني فرختين ثلاثه برضو كده هتعمليها في فرن البوتاجاز بتاعك، وهتحطي برضو يعني ايه صينيه كبيره كده من تحت، وتحطي كده الفراخ من فوق على الشبكه، وتحطيها برضو على 200، وبنحط شويه الميه دي كده عشان ما تعبقلكيش الشقه بالدخان، عشان هي بتبتدي انها هي تنقط الدهون بتاعتها من تحت، فايه ما تعبقلكيش الشقه بالدخان. وبندخلها الفرن. انا عندي الميكرويف، لو انت ما عندكيش الميكرويف يبقى ايه البوتاجاز، فرن البوتاجاز برضو 200. بعد نص ساعه بتروحي قلبها كده على الوش التاني ده كده، وبتشوفيها ايه استوت ولا لسه، ونرجع لكم حبايبي بعد ما تستوي. وبكده حبايبي الفراخ طلعت كده من الميكرويف، هي قعدت حوالي ساعه الا ربع، وبنبتدي ايه ننتقل للخطوه دي كده، احنا بننقلها. بسم الله على بركة الله بالشكل دوت كده. وديت كده ورق فويل اللي هو الحراري، بنحط فيه معلقة زيت وبنحطه كده في النص. الخطوة دي مهمة جدا حبايب قلبي، بننزل كده بالفحمية دي كده عشان تدينا ريحة اللي هي الريحة الجميلة اللي بتشدنا عند الحاجة، وبنغطيها بس كده لمدة ايه 5 دقايق او دقيقتين يعني مش اكتر. حبايب قلبي رجعنا لكم بعد ما وضبنا الفراخ بالشكل دوت كده، وهي جاهزة دلوقتي. وهنيجي كده انا هفتح معاكم واحدة كده جوه عشان تتأكدوا من السوى بتاعها، قلبها من جوه اهو مستوي وجميل والله، واحلى كمان من بتاعة الحاجة، وحاجة انت عاملاها يعني بايديكي في البيت. ويا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش يا جماعة في اللايك 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 اهم حاجة، واللي ما اشتركش يشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.